يا صباح الحب، يا صباح الخير على كل متابعين ومشاهدين شاشة زاكروس فضائي، وصبحكم الله بألف خير كما عودناكم على فقراتنا ومواضيعنا الجميلة والممتعة. اليوم جولتنا حتكون خاصة بمحلات بيع السجاد والزوالي في منطقة الشورجة. خليكم معنا نتعرف أكثر على أنواع السجاد الموجودة هنا. السلام عليكم، شلونك صديقي؟ شكرا لك، الله يسلمك، الله يحفظك، الله يخليك. أريدك تشيل عن أنواع السجاد الموجودة في المحل. كلها تركي تركي، واكو يعني انواع الخيط ما تختلف بيناتها، يعني اكو فلوش، اكو حرير، اكو بوليستر، ميكرو بوليستر، كل شيء اكو بالسوق. الفتره الاخيره اكو انواع جايه تنزل جديده، كل سنه وكل موسم اكو فد موديل جديد وانواع. صح، احكي لي عن انواع جديده. هو كل موسم بعد الموديل مات العالم اشترغى بالنقشات، الالوان، الطرحات، يعني سنه عن سنه لازم تختلف، ما يصير تتكرر، مو مثل قبل كنا على الالوان الاحمر والنيلي بس. خلينا ناخذ جوله داخل المحل. شيل عن هذا، هذا الميكرو بوليستر. العرض مالته 4 ظهر زوليه، السعر مالته 8000. نفس هذا كله مال واحد، لون واحد. اي الوان ذيك، اللون هذا خمس الوان. اليوم احنا نلاحظ انه العالم انه قامت شلون تسرع ذوق بالشراء. يجي مثلا يقول لك انا اريد فلان لون وفلان حركه بي. تعتمد على الديكورات الجديده والتحديثات الجديده، تعرف، والانترنت والتواصل الاجتماعي. العالم دائما تطلع للعالم الغربي وتقلد، تحب تقلد دائما. اكو بعض العوائل يقول لك انا اخذ كاربد يكون ارخص ويغطي لي واقدر انه اقص بيه براحتي. حسب يعني الطبقه مال العالم، اكو عالم لا الدور الغالي، اكو عالم الدور الرخيص، اكو عالم متوسط، يعني حسب. وهو شتان همين ترى هو كله شهرين. اكثر العالم تقول لك انا ما اشتري غالي، هو شهر شهرين وراح اشيله ذبه، لان يعني السنه الجايه راح اشتري جديد. يعني معقوله كل سنه؟ كان قبل احنا مثلا الزوليه ظل عندنا سنين. لا هسه ما، السنه بسنته. زايد هسه هذا الكاربت ما دام العالم تغيرت وقامت الدور يعني سنه بسنته، بالزايد اذا يريد يمشيك يمشيك سنتين، السنه الثالثه غصبا عليك لازم تبدله. هذا تكيت عند العالم صار جديد. ايه. اليوم احنا الاهم اقفل فقره ثانيه انه الدواسه مال باب الصاله تصير، وهاي شنو موديلات عندك هنا؟ اكو صيني واكو تركي، اكو شكل زوليه، يعني كل شيء اكو. وعالم قام تطبع عليه رسمات واشكال. اي هذا الطبع بالمتنبي، احنا ما نشتغل هنا. ايه. شلون الاقبال عليه؟ والله يجون يسئلون عليه بصراحه، بس احنا ما نشتغل لان ما يصرف صراحه. تمام. تعال تفرج حبيبي. احكي لي عن هذا الموديلات الموجوده هنا. تعال قبل هنا. هذا الفلوش شويه يصير اثخن والقماش مالته انعم. زين. والسعر مالته همين يختلف. هذا هم بالوان خمسه؟ ست الوان. هذا ست الوان هذا. ايه. شنو اللون اكثر شيء الناس ترغبه تحب تاخذ من عندك؟ والله هي ما له دخل الالوان بعد، يعني العالم ما تجي على لون معين، يعني كل واحد واللي يناسب الاجواء مال البيت مالته وذوقه الخاص. بالضبط. اي زوليه الممر اللي صار طولانيه. ايه. شلون الاقبال عليها؟ والله انا بصراحه موكيت هنا، انا ما اشتغل، ذولا جماعه الزوالي يشتغلون. هذا مصري. مصري خفيف هذا. اي هذا مال يعني مال مطابخ مو مال ممرات. اي لين ظهره جلد. الزوالي الايراني شنو الرغبه عليها؟ يعني بعد العالم ترغبها؟ هي الزوليه رقم واحد بالعالم الايراني. يقولون غاليه. اي هي رقم واحد بالعالم، فلازم تصير غاليه. هي احسن جوده بالزوالي وبالكاربت. بالزوالي بصوره عامه الايراني اليدوي ولا هذا الجديد. العالم هسه ثلاث ارباع الدور ايراني. انت بمصلحه وخاي شغلتك، اليوم انا شلون اميز انه هذا زولية اصليه او مو اصليه؟ الا صاحب الخبره يلا يعرفها. في شيء بسيط خلينا نعرف مثلا ملمسي. ما يفيد هسه، هذا خيط وذاك خيط. ما تقدر تميز بيناتهم. هذا سعره 14000، ذاك 9.5. ليش؟ خفيه الخيط يعني النايلون ما تجوز اقل، ذاك نايلونه اكثر. مش ابو مصلحه، بس ابو المصلحه يعرف. وتبقى النصيحه مثلا امانه الله نقول احنا. اي احنا ننصح العالم، يعني اكو عالم تقول له لا هذا ما بي نايلون، اكو عالم تخاف الله تقول له يابا هذا هل قد بي نايلون، هل قد بي قطن، هل قد بي حرير. هيك هذا ايش بالوان؟ وذني لونين. ايه؟ وذني لونين. هذا الثالث، هذا السادس. شلون الاقبال الناس على هذا الشيء؟ والله هي لحد الان بصراحه السوق واقف بسعر الدولار. بعدنا يا الله استانس حتى ما مقصوص. اي كله جديد. كله جديد هذا. يعني صار موديل جديد. كله جديد. بالمعرض كله جديد. كله جديد. اي بس هي ننتظر شويه بلكه البرد يتحرك. السؤال انه مهم انه تو موسم. ايه. فقط بالشتاء. بس بالشتاء. الصيف شنو وضعيته يعني؟
قاعدين يسكتي. ماكو شغل. ماكو شغل يعني نسبة 90%. العالم بالصيف تشتري منك مثلا زولية شلون؟ ماكو شغلات صيفية يعني تجي هذني الثريديات ما ثريديات. إيه. بس احنا كتجار ما صرفنا. اي لان هواي جايبيها هنا. انت اليوم البضاعة من تستوردها انت تستفاد من عندها ومن تجيبها من المستورد صيرت شوية نسبة الأرباح مالتها أقل بالنسبة للمصرف بالنسبة للعمال مصاريفك أنت فما تصرف أنت إذا تجيبها أتصرف لك بس العالم كلها جايبتها ما تقدر تبيع بالسعر اللي تريده أنت تفهمت شلون؟ نقطة مهمة دور المعميل وين صار؟ ماكو هناك بعد معميل كل معميل ماكو؟ لا كل واحد وين ما يعجبه يشتري أسعار مختلفة كان قبل أكو معاميل نجي على محل يشتري ما عنده ويطلع مأمن رأسه بارد مو كانت يعني شلون اقول لك المهنه تجارها او اصحاب المصالح مالتها قليلين هسه اشوف الشارع من الوثبه يوصلك للضمان كله نفس البضاعه احنا كنا بس هذا بس هذا تقريبا 5-6 محلات هسه العامل قام يطلع من هنا يفتح له محل ويبيع جمله ويبيع من المفرد ويحاول انه التاجر شلون يثق ويطيع على التصريف يعني اذا هو كان عامل ساعه التصريف ما كان تصريف نقد كله نقد يعني الاغلبيه هسه نقد يعني كل لغت هاي الامور مثل على تصريف قبل لا لا ماكو لان هو شغل ماكو قطع التصريف ما يسدد لك لا ماكو انت هيك ابو مصطفى تنصح الزبون بشو يا نوعيه سجاد ايراني قبل من بعد التركي بعد التركي شنو غير الايراني والتركي ماكو بس ذن النوعيتين بس ما اجى هندي ما اجى شيء لا كانك قبل مصري هسه اكو بالجديد الصيني بس ما يلحق الايراني والتركي ابد احس اليوم احنا هماتين كل العالم مثلا بترجع على المواقع التواصل الاجتماعي يوصلون لنا يقول مثلا اريد مثلا قطعه مثلا 4x4 او 5x4 وكذا انتم عندكم بيجات هم تروجون عملكم عندنا بيجات احنا بس بالنسبه للموكيت ما نبيع بالتواصل الاجتماعي بس مجرد النشره العالم يشوفها من يصير عنده قصه يقول له تعال المحل لان هذا قياسات اقل غلط راح يحملني انا المسؤوليه فمن يجي هو قياسه قدامه قصه اي غلط يصير هو متحمل المسؤوليه سؤال مهم انت حماتين تثق بقضيه انه قضيه التوصيل ومواقع التواصل الاجتماعي انه البيع عبر الانترنت واحسن من المحلات الثقه شلونات يعني لو انا ابو عشق هذا ما اتاكد من عنده مثلا اللي بصور الا مثلا انا بوصل حل اشوف مثلا اكد عنده مو ازاق لك هسه بالنسبه للموكيت احنا ما نبيع توصيل إيه؟ الا يجي الزبون لان بالشكل يعني بالحقيقه مو مثل الصوره بس بالنسبه الزولية عادي خلي ياخذها ما عجبته يرجعها يدفع فلوس التوصيل بس انا ما خسران خساره بعتها خيرا على خير ما بعتها ابو قضيه القص انه انت ما تقصه ما قصه الا يصل الزبون لهنا يلا قصله ما يخرب ما يخرب بس هو ماكو يعني موكيت اذا قصه اذا ما عجب القماش ما عجب اللون القياس طلع غلط هذا يقول لي ما اريد اشق له تعارك وياه ما اقدر اتعارك فيها لازم غصبا علي ارجع من رجع راح ينام على قلبي فاقول له يابا تعال لهنا انا افضل من خرب السوق مال الزوالي يعني السجاد بشكل عام من خربه خلى العالم تفقد الثقه بالتاجر تفقد الثقه بالمحل شنو اللي خلاها تفقد الثقه هي العالم بنفسها هي قامت يعني كل شيء تشوف تصدق كل شيء تسمع تصدق هسه هذا مثلا اقول لهم حرير هو نايلون راح يصدقون غير يروح يقول لهم نايلون يصدقون بي فايش تسمع تصدق شكرا جزيلا لك قدمتك اهلا وسهلا حبيبي هلا بيك طبعا مثل ما شفت انه انواع الزوالي الاخ تكلم انه انواع الايرانيه الافضل بالجوده وتجي وراها النوعيه التركيه طبعا في ختام جولتنا تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل